طيب زي ما بيتقال دايما وهنفضل دايما نقولها، الاهلي القمه اسم يعني على مسمى، وده مش بس في الكوره لكن في كل الالعاب. كان معانا اخبار كتيره جدا يعني النهارده وبالامس والاسبوع اللي فات والاسبوع اللي قبليه، بس كل اسبوع تقريبا يعني بنحكي عن بطوله جديده وفي لعبه معينه وفئات عمريه كمان مختلفه. زي النهارده بقى هنحتفل وهنرحب بضيفنا واللي فاز كمان ببطوله الجمهوريه للجمباز، وكلمنا عن صناعه اصلا البطل في لعبه الجمباز. نورنا دكتور كريم علي مدرب فريق الدرجة الأولى لرجال الجمباز بالأهلي. بونجور، صباح الخير. صباح الخير وبطولات جميلة، وكل أسبوع تقريبا معانا خبر مختلف. بجد نورتنا. الله يخليكي. الحمد لله الحمد لله. البطولة دي ليها مذاق خاص عندنا في مليون مبروك. الحمد لله ومنور الدنيا. سعداء جدا لوجودك. اول مره يعني نلتقي خارج جدران الجيم. ما احنا خلي بالك بنروح الجيم مع بعض. اوكي في النادي. لا امال ليه ما بانش اي؟ لا ده محطم ارقام قياسيه بس هو عشان حاسه. والنبي عشان مش بتصدق. مش حاسه والله. لا لا ده اتحسن كتير ومحطم ارقام قياسيه بس البدله مداريه يعني. وبص مين اللي بيقول يعني كريم بياكل يخس يروح الجيم يخس. انا لا ده اداؤه عالي جدا في الجيم. ماشي. انا كنت مبهر الحقيقه كل الناس اللي بتبقى موجوده وقتها. ده انت ابهرتني شخصيا عشان كفايه ابهار على الناس انبهرت زياده عن اللزوم. لا والله ان شاء الله عوده قريبه باذن الله. نتمرن سوا. اولا مبروك. الله يبارك في حضرتك. وكالعاده عاملين شغل هايل. الحمد لله. ودايما انا يعني حتى من خلال لقاءاتنا يعني في النادي كل يوم والتاني اسمع من حضرتك انجاز جديد ما يا اما تم يا اما في الطريق. فانتوا بسم الله ما شاء الله وكانه خط انتاج للابطال. الحمد لله. ايه سر الجمباز في النادي الاهلي؟ تعال نبتدي من الزاويه دي بشكل عام وبعد كده ندخل بقى في التفاصيل. اولا لازم نجيب الموضوع من فوق، ان لولا القياده الحكيمه للنادي الاهلي بقياده كابتن محمود الخطيب وتوفير امكانيات على درجه عاليه جدا، ودي مش حاجه سهله. اجهزه الجمباز غاليه سعرا وسيفتي ومن ناحيه الامن والامان لازم نجيب حاجات على مستوى عالي جدا. فمجلس الاداره مشكورا بقياده الكابتن محمود الخطيب، وكعاده النادي الاهلي ما بننساش اللي فات، بدايه من كابتن الباشمهندس محمود طاهر ساعد في تطوير المبنى، وبعدين جه الكابتن محمود الخطيب امر بتغيير كلي لجميع امكانيات الصاله. لما زار الصاله قال لك لا احنا مش هنغير جزئي، احنا هنغير كل جميع الاجهزه اللي موجوده. شوفوا الصاله محتاجه ايه واحنا هنغير كل الحاجه اللي موجوده. فتم تطوير صاله الجمباز بالنادي الاهلي باحدث الامكانيات اللي موجوده، وده كان احد العوامل المهمه جدا في بناء الاجيال. لان الجمباز انا بلعب على الاجهزه. طب العنصر البشري بقى اخباره ايه؟ ما العنصر البشري ده مهما كان مفيش امكانيات طبعا مش هتعمل بيه حاجه. طبعا صحيح. يعني فريق الكوره اللي عندك المحقق انجازات عاليه مبارك له عليها. طبعا. لو الملعب بتاع الكوره نفسه مش مؤهل هيحصل اصابات، هيحصل مشاكل، اللعيبه مش هتعمل حاجه بالفريق. طبعا. فده الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه احنا بنهتم باللعيبه من اول مراحل السن الصغيره. احنا بنختار اللعيب عشان اللعيب ده مش هيلعب تحت 7 و8 و9، لا ده هيكمل. اللعيب ده اللي طالع لي بعد كده اللي هيوصل افضل العناصر لمرحله اللي هي زي ما بتسموها الكريزه بتاعت الجمباز فريق الدرجه الاولى اللي فيه الصعوبه. فصول بصناعه البطل، الموضوع اللي انت بتحب دايما تتكلم فريق الدرجه الاولى. فاحنا بنبقى عنينا على جميع المراحل اللي موجوده في الملعب وبننتقي افضل العناصر اللعيبه الموجوده عشان يتم تصعيدهم لفريق الدرجه الاولى. انا كنت ماسك منتخب مصر للجمباز، مدرب منتخب مصر للجمباز من سنه 2017 ل 2020. اردتش ربنا ان انا اكمل بسبب بعض الظروف اللي هي كورونا، وكنت بترقى استاذ مساعد في الجامعه، ففضلت ان انا ايه استمر في النادي الاهلي احسن. الفتره دي لما رجعت النادي الاهلي من 2019 حطينا في دماغنا نرجع الانجاز القديم. ايه هو الانجاز القديم؟ من 2010-2015 النادي الاهلي اول مصر الدرجه الاولى. حصل لعيبه بطلت، اللي راح شاف طريقه، اللي سافر، فالفريق حصل فيه اتفرط. غير ان ظروف الحياه عندنا في مصر ما بين الثانويه العامه والجامعه بتخلي بعض اللعيبه مش قادره ان هي تكمل. النظام بيبقى صعب عليها ان هي تكمل مذاكره، طب انا هشتغل، طب انا هعمل ايه في حياتي؟ فالموضوع كان فيه صعوبه شويه. لما رجعنا كان اول هدف عندنا استرجاع المنصه. ارجع ازاي رقم واحد؟ طبعا الموضوع صعب. اكيد. بيبدا بتكوين فريق.
فريق الجمباز اللي بيلعب بينافس بيبقى 5 لاعبين. طب هل انت عندك 5 لاعبين بس؟ لا طب 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 لو واحد لا قدر الله اتصاب، واحد حصل له حاجه، فانت كان عايز تبني مجموعه. طب المجموعه دي بناءها سهل؟ لا. اول سنه جيت قلت لهم احنا السنه دي مش هنعمل حاجه، ان شاء الله السنه الجايه نطلع منصه، اللي بعد كده احنا هنمشيها خطوه خطوه. أنا لما رجعنا كان عدد الفريق 5 6 لاعبين، احنا النهارده بفضل ربنا بنختار من 14 لاعب. كويس. بنختار من 14 لاعب وكلهم لعيبه فعلا يصلحوا لتمثيل فريق النادي الاهلي. المشكله بتبقى في ان اللعيبه دي صغيره مفيش خبره، فاحنا بنساعد في بناء الخبره. في الحمد لله كمان الاتحاد بقياده دكتور ايهاب امين عامل بطولات دوليه، فبنحاول نشرك اللعيبه، والنادي الاهلي بيوافق ان احنا نشرك اللعيبه. وعندنا قياده فنيه حكيمه جدا من الاستاذ دكتور محمد فؤاد رئيس الجهاز، بنتشارك ونتشاور في كل الخطوات اللي لازم ناخدها. احنا هنبني الفريق ازاي؟ طب انا السنه دي مش هعمل حاجه، لا ما تعملش، خلاص احنا السنه دي احنا بنبني فريق. طب السنه الجايه عايزين نطلع على المنصه، لا السنه دي احنا عايزين نكسب. غير خطوه مهمه جدا خدها النادي الاهلي، ودي سابقه في تاريخ النادي الاهلي، بتعاقد مع لاعب مهم جدا، اللاعب الاولمبي عمر العربي، بطل مصر وافريقيا وبطل وميداليات في كاسات عالم. كويس. فده دعم تدعيم للفريق، تدعيم هو كان المفروض يبقى موجود معايا النهارده بس هو في معسكر عشان عنده كاس عالم. ربنا يوفقك. طب كلمنا عنه اكتر برضو دكتور كريم. لاعب عمر العربي ده لاعب قدير، لاعب قديم في منتخب مصر، بطل افريقيا مرتين على التوالي، المؤهل لاولمبياد طوكيو الفتره اللي فاتت، ما وفقش قوي في اولمبياد طوكيو بسبب اصابه حصلت له في كاس العالم اللي كان في مصر. اوكي. بس هو بيجهز ان شاء الله لباريس. عمره قد ايه؟ 23 سنه. طب الجمباز المصري بشكل عام، انا هنا بقى مش بتكلم على النادي الاهلي بصفه خاصه، عموما الجمباز يعني منتخب مصر في الجمباز اذا ما قورن ب يعني اي نظير ليه من دوله ثانيه، يعني احنا فين من العالم ده اللي عايز احنا الصحة. دلوقتي من فتره طويله افريقيا واضح ان احنا برضو الى حد ما متواجدين وبقوه، بحكم ان حضرتك اكتر من مره قلت ان فلان اول افريقيا ثاني افريقيا، لكن احنا عالميا كفريق بقى. احنا فريق اول افريقيا مرتين على التوالي. هايل. وناشئين اول افريقيا بلا منازع. ما شاء الله. كنت ماسك المنتخب ساعتها. كويس. الحمد لله رب العالمين. في كاسات العالم من 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 زمان، من الجيل بتاعي لما كنت بلعب، مفيش لعيب في الجيل بتاعي ما تاهلش فاينل كاس عالم، وكان في دكتور رؤوف عبد الكريم، وكان في كابتن وليد سعيد، وكان في كابتن محمد سرور، وهختم بي انا، كلنا دخلنا فاينل كاس عالم، كنا مصنفين من العشره الاوائل على اجهزتنا اللي احنا بنلعب عليها. كويس. الحمد لله. أيه. في فترات كبيره جدا، وده ساعد ان الاجيال اللي بعدينا الحمد لله تلاحقنا، محمد شريف السحارتي، وبعدين علي ابو القاسم، علي ابو القاسم، علي زهران، في حركه مسجله باسمه في قانون التحكيم ما شاء الله، مهاره مسجله باسمه، وفي الاجيال اللي بعد كده، عمر العربي، وفي عبد الرحمن عبد الحليم، وفي لعيبه كتير جدا، واحمد اشرف، في لعيبه كتير جدا دخلت فاينل كاس عالم. احنا كويسين جدا على مستوى الاجهزه والفرديات، بس دي الصعوبه في الجمباز بقى. احنا بنبدا بالاول بالاجهزه والفرديات، وبعدين ده يساعد في تكوين فريق ينافس كفريق. بياخد وقت طويل. لاعب الجمباز بيبدا عنده 4 سنين. مسموح له يلعب دولي باسم الدوله وهو عنده 18 سنه. يعني 14 سنه اعداد. كويس. واعتقد مده كافيه مش كده؟ مده كبيره. عشان بس ده يوري حضرتك الصعوبه في بناء فريق جمباز. بناء فريق جمباز بس مع تعاقب الاجيال المفروض تكون ال 14 سنه دي عدت على كتير من العناصر اللي ممكن يشكلوا قوام للمنتخب. ما هو بيشكل قوام للمنتخب، بس انت بتقابل بصعوبات هنا عندنا في المجتمع، اللي هي ايه؟ وجهه نظر الاهل للرياضه والدراسه. ده لسه كنا بنتكلم في التوبيك ده في بدايه الحلقه، واعتقد الثقافه شويه اختلفت دلوقتي ولا لسه ما زالت بدأت بحكم تعدل في يعني خبرتك الأخيرة. التدريبيه برضه هو بدات تعدل في الفتره الاخيره. ودي كانت احد الصعوبات اللي مواجهاني جدا في السنه دي، لان انا عندي 3 لاعبين انا من القوام الاساسي للفريق، او 4 لاعبين ثانويه عامه، وعندي لعيب في كليه الطب، وعندي لاعب اخر سنه كليه بي اي اس، وعندي لاعب في المنتخب، وعندي لاعب يعني عندي 2. على ذكر على ذكر الموروث الاجتماعي، بعيدا بقى عن الجزء الاكاديمي والدراسه، في كتير من اولياء الامور اللي عندهم بنات صغيرين بيلعبوا رياضات معينه زي الباليه المائي، زي الجمباز الايقاعي، زي الجمباز الارضي،
في رياضات معينه بتستدعي ملابس معينه، في بعض الاحيان بتلاقي الاباء والامهات عندهم تحفظات ان بنتهم تكمل مثلا في الجمباز لغايه بعد سن مثلا 15 سنه، لا لغايه كده وكفايه. القانون الجمباز حتى في دوره، انت فاهم انا بتكلم على ايه؟ بتكلم على موروث اجتماعي ثقافي. حتى في الدوره الاولمبيه الاخيره فريق المانيا لعب بجام سوت، لعب بمايو كامل، فانت ليك مطلق الحريه ان انت تلعب. ثم دي زي ما حضرتك قلت دي فكر او موروث شخصي انا ما اقدرش ادخل فيه. حضرتك عندك استعداد بنتك تلعب؟ لا، هي ده استكمالا لسؤال نهاوند، هل حسيت ان ده اتغير شويه في الفتره الاخيره؟ هو اتغير كتير، اتغير كتير، بس في نفس الوقت برضه انت ليك مطلق الحريه تعمل اللي انت عايزه. طبيعي. ما حدش بيجبرك. فالحاجه الثانيه اللاعب او اللاعبه اللي بيمارس الرياضه بتلاقي دايما الحمد لله، خصوصا الجمباز عشان لعبه عنيفه، لعبه قويه جدا، صعبه جدا في ادائها وفي تدريبها، بتلاقيه ملتزم جدا في حياته. جدا لها انعكاسات ايجابيه على اللايف ستايل. جدا لازم يبقى نومه كويس، اكله كويس، شربه كويس، علاقته بربنا كويسه، كل حاجه في حياته لازم تبقى منتظمه. اللي ما بيعملش كده ما بيكملش. ودايما الجمباز بيبقى اختيار اهالي كتير عشان ياسسوا ولادهم حتى استعدادا لممارسه رياضه ثانيه بعدين. مفيش حاجه في الجسم في الجمباز ما بتشتغلش من اول العقل لغايه جميع عضلات الجسم. هتلاقي في المعظم لعيب الجمباز متزن نفسيا وعقليا، وتلاقيه على استعداد ان هو يلعب اي رياضه اخرى. لعيب الجمباز تلاقيه نشط، عنده استعداد انه يؤدي، التوافق عنده عالي، ذهنيا سريع، حتى هتلاقيه في الكلام بيتكلم كويس. طب انهي مين الاشطر ولا لا تقاس بهذا الشكل، البنات ولا الولاد؟ لا دي ده تدريب واداء، وده تدريب واداء. طبعا اشرح لنا اكتر. طبعا البنات اجمل وشغلهم اكتر ليونه مثلا، اكتر ليونه، بس ده دي طريقه شغل ودي طريقه شغل، خصوصا بعد مراحل البلوغ فيسيولوجيا، ده طريقه في تدريب ولا ده له طريقه في تدريب. بعض الاحيان بيحصل مشكله في التدريب عند البنات عشان بعض المدربين بيمرنوا البنات زي الولاد. لا ده طريقه وده طريقه، ده يشمل ونفسيا العمل النفسي كمان. ده كان سؤالي يعني حضرتك. ساعات انا ساعات مثلا بعنف لاعب، وده دوري كمدرب احيانا، لان الجمباز لعبه فيها خطوره احيانا. بعنف لاعب، اولا لازم اعمل عامل السن. طب انا فريق الدرجه الاولى انا بمرنه، هل في احيانا ما عنفتش لاعبين؟ عنفت. طب قدام الناس؟ لا. لعيب كبير في الجامعه، طب هيبقى شكله ايه وهو مروح رايح يقابل صحابه وانا لسه معنفه بطريقه جامده قدام الناس؟ الشق النفسي صح لازم يكون، هيجي لي مكسور. لا انا عايز واثق من نفسه، انا عايز البنت برضه، البنت ما ينفعش تيجي عليها، ما ينفعش تعنفها بطريقه جامده. في تعنيف، في تعنيف، في صرامه يعني. صرامه، في صرامه، بس لازم تعرف تعملها امتى وازاي وبما يناسب الحاله النفسيه للاعب. كل موقف ولو حدث ولو حديث. بس ليس هناك فارق في المستويات، انا بتكلم حصولا او حصدا للبطولات والميداليات هنا او هنا، ده حاجه هو بيبقى في فوارق يعني، بيبقى في فوارق على حسب الحالات الاجتماعيه وعلى حسب الحالات التدريبيه وعلى حسب نظام التدريب. احيانا ساعات فتره بتيجي مستوى البنات على مستوى الدول حتى يعني على مستوى الدول، الصين كانت متسيده في البنات، دلوقتي امريكا متسيده في البنات. والصين متسيدة حاليا لغايه دلوقتي في الولاد، في منافسه بينها وبين روسيا جامده جدا. الصين مستواها تراجع شويه في البنات، هتلاقي فتره تانية ده حصل العكس، بتبقى تبادلات. اوكي، تبقى بشكل تبادلات. عنصر الوراثه دكتور كريم بيفرق يعني، هل في دول معينه فلتكن روسيا مثلا كمثال، هل الوراثه بتاعتهم بمعنى ان الهيكل بتاعهم، الهيكل العظمي، العمود الفقري، طبيعه التكوين العضلي عندهم، هل في شعوب مميزه كتكوين بيخليهم اصلح يعني من غيرهم في ممارسه الجمباز؟ والله هو كل العالم في مختلف الانماط الجسديه. في حاجه اسمها علم الانتقاء. علم انتقاء، انتقاء احنا بندرسه عندنا في الجامعه. تمام. انا برضو لما باجي اشوف لعيبه الجمباز في مواصفات معينه بنتقي على اساس لعيبه الجمباز، في اختبارات معينه بنتقي على اساس لعيبه الجمباز، وفي استفسارات واستمارات استبيان بختار على اساس لعيبه الجمباز. يعني انا بخلي ولي الامر احيانا في بعض الحاجات المتقدمه يملى استماره، هل في امراض وراثيه ولا لا. اوكي. طب في زي انترفيو بيحصل، ده بيحصل بره اكتر مع ولي الامر، لو ولي الامر او وليه الامر طوال قوي يبقى الولد ده هيبقى بالطبيعي هيبقى زيه، هيبقى فيه صعوبه شويه في الجمباز.
في قياسات بتحصل لانماط الجسم لشكل الجسم لطبيعه العمود الفقري لطول الذراع. يعني عند حضرتك مثلا طول الذراع عندنا مهم جدا في الجمباز عشان عمليه الارتكازات على الايدين. ما ينفعش الذراع يبقى قصير او طويل بزياده. الفرق بين الجزع والجسم، فدي اختبارات محطوط لها مقاييس عن طريق ابحاث علميه قديمه جدا وكثيره جدا، على اساسها بيتم انتقاء لعيب الجمباز. يعني الموضوع بيبقى من اساس علمي، واحنا الحمد لله في النادي الاهلي عندنا بقياده الدكتور محمد فؤاد بنطبق الاختبارات دي. ومش معنى ان انا بنتقي يبقى انا مثلا منتقي عدد معين الباقي وحش، لا. أيوة. انا بنتقي افضل العناصر. في اختبارات نفسيه عن الاستيعاب، عن ما ينفعش لعيب الجمباز يبقى بيخاف. لو خفت من الاداء انا هقع، انا هتعور. ففي اختبار نفسي مثلا بسيط جدا بطلعه مثلا في جهاز حصان القفز، طفل عنده 5 6 سنين بقول له نط على مرتبه طريه يعني زي الملاهي. لو عمل كده وخاف انا بقول لا، ده زي قفزه الثقه كده في بالظبط. طفل عنده 4 5 سنين في ولد تاني تلاقيه بينط وعايز يرجع ينط تاني وبيلعب. ده كان انا اكيد، انا بقى مريح ده انا وانا صغيره. كنت لعبت كنت لعبي جمباز شقيه جدا، انا شقيه جدا ده لعبي جمباز. بس فهو الموضوع له اساس علمي بننتقي على اساسه بغض النظر عن الشعوب. طبعا في شعوب بيبقى عندها السرعه عاليه زي ما بنشوف برضو في العاب القوى. طبعا في العدو ال 100 متر السمر ال 100 متر بيبقى عندهم الالياف العضليه السريعه عندهم اكتر. بس مش كل اللي قوي ينفع ولا كل الضعيف ما ينفعش. طب انا عندي سؤال بقى دكتور كريم، برضو بما ان احنا بنتكلم في الشق النفسي، البعض وحضرتك برضو تصلح لي المعلومه دي، البعض بيشوف او بيقيم الرياضيين ان هم بيبقى بما ان هم على طول مشغولين وعلى طول عندهم تدريبات وغيره، فالسوشيال لايف بتاعتهم بتبقى مش افضل شيء، وده بيجي على حساب ده للاسف الشديد، وده بيخليهم بعد كده في حياتهم مش اشخاص اجتماعيين. انا يمكن عندي كيسز كده لاصدقاء ليا ابطال رياضيين فعلا سوشيالي مش احسن حاجه، بس ربما دي كيسز لوحدها. هل فعلا الموضوع بيأثر ولا لا؟ هو الموضوع ترتيب اولويات. انا وانا لاعب واللعيبه بتاعتي هم لاعبين، في حاجه اسمها ترتيب اولويات. انا عندي تدريب، البريوريتي الاولى عندي التدريب. بظبط كل حياتي بجامعتي بدراستي بوقت مذاكرتي على اوقات التدريب. احنا عندنا كان مشكله شويه ان احنا هننظم مواعيد التدريب امتى. طب وبعدين، طب انا عندي مناسبه، تواصل معايا وهنحدد المناسبات على حسب مواعيد التدريب. اوكي. لكن في نفس الوقت بتلاقيه اجتماعي جدا والله. في 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 المناسبات الاجتماعيه بتلاقيه بيعرف يتفاعل ويتعامل مع الناس كويس جدا. بس هي الموضوع موضوع اولويات. انت مثلا هتعزمني على الغدا مثلا في نص الاسبوع، انا مش هعرف اجي عن تدريب. لو في وقت الاجازه هتلاقيني هاجي وهتفاعل وهبقى مبسوط. يعني البالانس في الاخر هي موضوع الموازنه لتنظيم الوقت. بس على ذكر الوقت، احنا للاسف وقتنا المتاح في الفقره دي خلاص بينتهي، فاحنا يا دوب نلحق نشكرك جزيل الشكر على وجودك معانا النهارده. نورتنا واسعدتنا، ومره ثانيه مليون مبروك. الف الله يبارك في حضرتك جدا جدا جدا، متشكر وتشرفت بحضرتك وتشرفت بحضرتك جدا. ده مكانكم والله بجد، بالعكس انتوا اللي بتسعدونا بالبطولات. وانا بقابلكم كل مره مبسوط، وارجع اتمرن تاني بقى عشان تعمل ارقام قياسيه. شكرا ليك يا دكتور كريم، شرفت بحضراتكم جدا، شرفت بحضراتكم. احنا هننهي بس الفقره. ماشي يلا. طيب هنطلع فاصل سريع ونرجع بقى عشان نبتدي مع حضراتكم اخر فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده اللي هتنورنا من خلالها دكتوره دينا ابو السعود، وحوار حول دعم الطاقه. خليكم معانا.